شيرين، احكي لها شيرين ارجوك. ايه شيرين؟ اتفضلي. لا اتفضلي احكي شيرين. لا بس ده زمان، ده زمان اختلفتي او انت الصراحه. اتفضلي. ايه اللي حصل مع شيرين؟ ده زمان ايام ما كنا مخطوبين، فاحنا كنا خارجين، فكل شويه يجي له مسج، بلاقيه بيتكست كل شويه يجي له مسج بيتكست، فالموضوع مريب جدا. صح صح ولا لا؟ ولا لا ممكن يبقى شغل ماشي. ما انا لا يعني هو انا اي واحده تشوف جوزها عمال يكتب بيتكست او بيكتب مسجات كتير في ان ولا لا؟ لا لا ما بيشتغل يا جماعه، عنده شغل. انتوا اللي عاملين فينا كده، انتوا اللي عاملين. لا يا محمد سكوا فينا شويه. انا معاك في اللقطه دي. لا انا معاك. لا عادي. لا عادي. لا اوفر دي. طب اوكي انا ما عملتش حاجه والله. هو دخل التواليت، فانا الموبايل كان قدامي. حبيبتي ده ما فتح نفسه قال لها ما فتحش نفسه. هو لما بيجي مسج مش هيبقى باين من بره؟ طيب هي كانت باينه من بره. باين ايه بقى من بره؟ يعني اوكي مكتوب شيرين، شيرين نيو. اوكي. وبعدين مكتوب اوكي هنتقابل النهارده في مكان يعني. لا يعني فيها اوكي حبيبي كدا. اوكي حبيبي هنتقابل النهارده الساعه كذا. اوكي حبيبي. وشيرين دي انت يعني مش ما اعرفش مين شيرين. شيرين انا ما اعرفش مين شيرين. خلاص هو جه فبرضه بعت، فاحنا في العربيه كده مسكت موبايله وقلت له هعمل حاجه، فلقيته بعت اوكي انا هنزل مي وجاي. لا دي 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 كمان عارفه ان انا موجوده وموافقه عادي. دي البنت كمان عارفه ان انا موجوده، ده مش مخبي ان في مي. لا ده عادي. فوصلني البيت قال لي اطلعي هكلمك، فقلت له لا حبه. دول اصلا اطيب حبه عملتني فيهم في حياتي. من اول ما شافت الموبايل وانا ما اعرفش لحد ما وصلتها البيت. ده بترقد لك. ده كده قلت ايه الحن يعني، خفت. انا بقول له تعمل ايه يا محمد؟ قال لي ولا حاجه، هخرج اشوف واحد صاحبي. اسماعيل بيه. يا عادل بيه. مش قادره يا محمد، هطلع انام على طول. هو مشي وانا رحت نازله الجراج على طول واخده عربيتي وعلى المكان. خلاص ركنت بره، قلت انا هستنى بقى شويه، شايفاه داخل انا مش هدخل على طول، انا استنى تدخل والقعده كده تبقى تسخن كده. عارفه القعده تسخن بقى، ادخل فيش على طول هو ماسك ايدها مثلا. لا قولي الافكار يعني، يعني انت كنتي مقرره تعملي ايه؟ محضره بقى سبيتش طبعا، يعني محضره بقى كلام قد كده بقى اقوله بقى، زي يعني اللي هو ايه يعني دي اخرتها، دي اخرتها بقى. وامال كنت بتمثل، وامال بتقولي ان انت بتحبني، وامال بتقولي ان انا مش زي بقيه الرجال، كلام بقى فاهمه اللي احنا بنقعد نقوله في مخنا اللي احنا كلنا بنقوله لكم. اللي كل الناس الرجاله اللي هنا بيقولوه لهم للستات. لقيته قاعد مع واحد صاحبه فاتحين لابتوب وبيتفرجوا على حاجات. وفين شيرين؟ فهو اتخض، فاول ما شافني في ايه مي لقيتها واقفه فجاه. ببص لقيت مي واقفه. فقلت لها في، اتخضيت جدا ما فهمتش. راحت قاعده. انت راحت قاعده وعماله مستنيين شيرين بقى، مستنيين شيرين بقى كيف الحمام يعني. بتبص على الكرسي وبتبص على شنط موجوده، قاعده تفتش المكان. لقيته فانا اتكسفت قدام الراجل طبعا. ف اتفضلي كمل. قلت لها احمد شيرين صاحبي يا مي، عايش في وصاحبي من ايام المدرسه وبقالي اسبوع مش عارف اشوفه. قلت عدلت محمد بجد انا ظلمتك قوي بجد، انت كيوت قوي. ما قلتش كده. احمد شيرين، احمد شيرين صديقي من ايام الدراسه.